كاين هنا اللي معمر 30 مليون 40 مليون كلشي مشاريه مسكين. واش غنديروا خير مشين مكتب. هادي ثاني خطره ولكن مابقاش يديروا معنا الحل اخي هاد الناس. انا زعما يعطيونا شي حاجه حتى حنا مزيانه بحالنا بحال الناس. ولكن هاد الناس اخي شنقول لك الله يهدي هاد الناس. الله اعلم بينا وبها. الله اعلم اخي. بقاو فين هاد الناس مساكن انت ومعنا كلهم الدراري اللي كتشوف فيهم كلشي متطوع مسكين كلشي ما كاين انت تشوف اخي حالتنا. حنا متضررين. انا مشاو لي مشات ليا مشات ثلاثة الحوانت اللي المخيل القليل فيه في 4 المليون. دير غير 4 المليون في الحانوت وكيتساني الكريدي وكلشي مشى ليا بقيت الله حمدتك. حنا كل 3 سنين 4 سنين كيتصير لنا هذا الميكرو ديال العافيه. داكشي اللي صورتي بديك 3 سنين 4 سنين كيمشي لك هباء المرتوره. حنا كنخدموا غير لاجل العافيه لاجل الاحراق. حنا تحرقنا ولادنا دابا ما عندنا ما نوكلوا فهمتي. حنا اللهم لك الحمد يخلف الله ولكن يديروا لنا شي حاجه يدير لنا شي حل اللي تحمينا العافيه. يدير لنا محالات بالديماتيت وبالطوب بحال هذاك السوق منظم حتى حنا ينظمونا. هذوك مالي الترومواي اللي حولوا الترومواي ودوك الناس اللي استافدوا كاين شي حوايج اللي تمايا ما عندهم لا محالات ومشاو تما واستافدوا وحنا موالين هذا العرض وزايدين هنايا وخالقين هنايا داخل في البرارك وكتحرقنا العافيه. وهذوك موالين الترومواي اللي شدوا التروم شدوا الرشوه باش يفرقوا على العوانت. شرينا السلعه ديال الناس وداك الشيء خدام شحال ديال الخدمه ديال الناس حتى هي مشات. واش نقول لك انا ما محددش ولكن على الاقل تكون شي 6 ولا 7 المليون. لا حنا كانوا قيدونا وما استفدناش. جاو ناس اخرين استفدوا حنا ما استفدناش. ايوا قالوا لنا حتى الشطر الثاني وما شتيناش. اللي بغينا حنايا يعطونا محلات نبنيهم مزيانين ويكونوا حافظيننا من العافيه ومن مسائل التامينات ديالنا وهذا هو المهم ديالنا. ما حنا ضعنا دابا ما عندنا ما نديروا لا الله سبحانه. اليوم عاجز السلاح عاد حطيت السلاح البون عاد حطيت السلاح 5 المليون هاي عاد حطيت السلعه اليوم حوالي الرابعه زوالا مريح محالي حتى كنشوف الدخان داخل طالع من المحالات من المحالات جينا نشوفوا صحابنا هاد الزباله هادي ها هي مرارا وتكرارا تتحرق هادي مرارا تحرقوا النحاس هنا تحرقوا كل شيء العافيه طلعت من واحد المحال راه واليه اللي جينا بغينا نقضوا ما لقينا من نقضوا خويا تنطالبوا من هاد المسؤولين ومن هاد المنبر السعيد كنطالبوا من المسؤولين اللي يعطيونا نظره. حنا راه في التهميش مده 8 سنوات اخويا راه زياده وخلق في هاد الارض هادي زياده وخلق مده 8 سنوات حنا كنعانيو من نهار اللي تحول الشطر الاول ديال الترامواي نهار حط الشطر الاول حولوا شي وحدين وخلاونا حنا هنايا مشينا طلعنا هبطنا قال لك الشطر الاول داز من جل غريب الامر ملي كتمشي لهيه كانت 450 حانوت اللي تحولت شويه ولات 800 حانوت. ما هذا يا اخوان ما هذا؟ اين السلطات؟ اين الشعب؟ اين السلطات؟ دابا حمد الله اللهم لك الحمد سبرديلتي اللي خارج بها وتليفون اللهم لك الحمد.